هاد السيد كتقول عنده تزوير ثابت كيزور. نعم. هاد السيد كيتلاعب بالمعلومات. نعم. هاد السيد داير اختلاسات. نعم. وهاد السيد النيابة العامة تابعته بحال صراحة. صورة العدالة في المغرب مهزوزة. هاد التصريح سيظل مسلطا على رقاب السيد لطيف وهبي وعلى رقاب المسؤول الأول عن النيابة العامة في المغرب. أكثر من نراه يحطم ويبت الرعب ويبت الزلازل صورة العدالة هو السيد وزير العدل. لغة من تحتها في المخيال أو في الثقافة المغربية لا تعني شيئا غير سلوك أساليب غير قانونية للوصول إلى نتيجة ما بمناسبة قضية الرجوع أمام القضاء. وزير العدل الوزير الواحد اللي مازال ما سخنش بلاصتو وتفجرت ليه قنبلة وسوس له الشيطان وقام بمجموعة من العمليات ديال الاختلاس باعتباره اختلس. طبعا اختلس مبالغ اللي هي مبالغ بالملايين. بلاتي بلاتي سي رشيد، كاينه مذكرة بحث وطنية عليه روشيرش وكيدوز وسط قنيطرة كيشوفوه البوليس عادي. طبعا زوار موقع بديل، مرحبا بكم في هذه الحلقة الحوارية. مجلس أو هيئة المحامون بالقنيطرة على صفيح ساخن بسبب محامي متهم باختلاسات مالية لحساب الودائع. المحكمة تقرر متابعة المعني بالأمر في حالة صراح، والمحامون في هيجان غير مسبوق. ما قصة هذه الاختلاسات؟ يجيبون عنها سي رشيد أيت بالعربي عضو مجلس هيئة المحامين القدر. سي بالعربي مرحبا بك. مرحبا بك السكري. شكرا سي حميد، شكرا للموقع الصحفي بديل المحترم. تحية لزوار الموقع وتحية لكل المنابر الإعلامية الحرة والمستقلة. الله يبارك فيك سي أيت بالعربي. سي بالعربي، قبل ما نمشيو لهذا الموضوع هذا الشائك جدا ونعرفوا شنو قصة هذا المحامي وشنو وسائل الإثبات اللي كاين ضده وعلاش قلقكم متابعته في حالة صراح اليوم كما كتعرفوا كاين موضوع يعني يثير اهتمام الرأي العام، موضوع اللي خارق جدل كبير هو امتحان المحامات. دونك ما يمكنش نبداو وانا كنتحاور مع محامي بدون ما ناخذ رايك في بعض القضايا المرتبطه بهذا الموضوع. البدايه غنعرض عليك واحد التصريح ديال الاستاذ المحامي سي المانوزي. هذا التصريح هذا اللي غنعرض عليك انتشر كالنار في الهشيم على صفحات الاجتماعي وخاصه الواتساب، لانه كان واحد التصريح البعض اعتبره موتي. بغيت نسمع له وبغيت نشوف رايك السي رشيد. المشكل ماشي في وزير العدل، المشكل في الحكومة. المشكل ماشي في الحكومة لأنها غير منسجمة، هذوك التصاور ديال المعانقين وداك الشيء غير لا. هو داروا الوزيعة، داروا ثلاثة باش يحصروا ومن عامين بثلاثة مسؤولين، مسؤولية ديال الحزب. إذن كل خطأ كيديروا وزير العدل مسؤولية ديال الحكومة ومسؤولية ديال الحزب، مسؤولية ديال الملك اللي يعينهم خصو يتبع هادو موظفين ديالو العدل. دابا شي واحد من العائله الملكيه الى تزاد راه اللي غيدبح الحولي في الحقيقه راه هو وزير العدل. داكشي صيفطوه للحج باش ياخذ بعض الطقوس، بمعنى باقي عندنا هذيك الجوانب ديال البروتوكول وداكشي. وزير العدل ملي كنجلسوا في مجلس الوزراء راه كيجلس على اليسر، كيجلس رئيس الحكومه هنا هو الاول وعاد وزير العدل في البروتوكول، ثاني شخصيه بعد رئيس الحكومه عاد وزير الداخليه اللي هو كتعرفوا وزاره الداخليه هي ام الوزارات، ولكن بعد ذلك وزير في البروتوكول وزير العدل. هذا الشخص اللي يدي يتصرف وكيدير تصريحات وكذا كيتحمل مسؤوليته الشخصيه، ولكن انا اعتبر كل تصريح دارو مؤسساتي. وزير العدل خصنا نحاسبوه مؤسساتيا ونرفعوا الايقاع شويه، ما نتعاملوش معاه كشخص. لا، انا كنحمل المسؤوليه لان الدوله في شخصي ممثل اللي هو صاحب الجلاله مسؤول على التصرفات ديال الناس اللي عينهم كيف ما كان الحال في اطار الرقابه. ولكن مع ذلك الا ما كانش ضو خطر شتي ولا حتى الليموني الا كان غير شويه ديال الضو ماشي خضر واخا يكون غير ليموني كيعتبر اشاره على انه خصو يستمر في هذا الشيء، ولكن حنا ما نخليوش يستمر لانه كيف ما كان الحال خصو يتخذ موقف حازم. وكتعرف الا بغيتي تبرى من الجار ماشي جارك
كتصيفط له رسائل مع عبر اولاده، لان الدوله فاش خصه ممثله اللي هو صاحب الجلاله مسؤول على التصرفات ديال الناس اللي عينهم كيف ما كان الحال في اطار الرقابه. هذا قطاع سيادي وفي وزير سياسي، الناس ما كتنساش، لانه حزب الاصل ومعاصره وحزب ديال القصر، اذا هذه المسؤوليه غدا كتكبر. ومن على هذا الاحراج راه بحال هذا الشيء، حتى واحد ما غيجيب ريال لهنا، وهذا الشيء راه ما غيوقفش عند هذا الشيء، عند المحاماه غادي يمشي للقضاة. وبالتالي انا كنقول الامور راه مؤسساتيه، خصنا نتعاملوا معها مؤسساتي. طبعا سي حميد، من خلال اطلاعنا ومتابعتنا للتصريحات ديال السيد الوزير العدل منذ اعلان عن ميلاد هذه الحكومه ديال السي عز اخنوش، كيتبين انه اكثر وزيرين يتكلم واكثر وزيرين لا يزين كلامه، واكبر المتضررين هي صوره الدوله. تصريحات ديال السيد وزير العدل لا في الشق المتعلق بالمحاماه ولا في باقي القطاعات اعتقد اضرت بشكل كبير بصوره العداله في المغرب. صوره العداله في المغرب مهزوزه. يتعينوا صوره العداله في المغرب مهزوزه دابا. نعم، صوره العداله في المغرب مهزوزه. اذا المطلوب منا كفاعلين في المجال العداله، لا محامين ولا قضاة ولا مختلف القطاعات المرتبطه بالعداله، يجب ان نحاول تحسين هذه الصوره. واكثر شخص معني بصوره العداله هو وزير العدل في المغرب. اذا اكثر من نراه يحطم ويبث الرعب ويبث الزلازل صوره العداله هو السيد وزير العدل. الان كنسمعوا دائما في تقارير المنظمه الدوليه وتقارير ديال المنظمات الوطنيه حول صوره القضاء، حول عدم استقلاليه القضاء، حول الرشوه في القضاء، حول عدم نزاهه القضاء. جا وزير العدل الان دابا فتحنا على الجبهه ديال المحاماه، تحدث غير ممره على تهرب المحامون الضرائب، خيانه المحامون للودائع، تكلم مؤخرا على تبييض المحامين للاموال. اذا الى ربطنا هذا الشيء بالسياق سياق ديال الخطاب الملكي الاخير بمناسبه افتتاح البرلمان، الحديث كان كبير وكان قوي على الاستثمار والماء. طبعا الاستثمار خدا هو الاكبر، هو الحيز الاكبر لانه هو المرتبط بالقضاء. حنا كنتكلموا على الاستثمار، كنتكلموا على الاستثمار المحلي والاستثمار الدولي. المسبرين الدوليين اللحظه اللي غيجيو يسمعوا كلام على الفساد في القضاء، عدم استقلاليه القضاء، تبييض المحامين الاموال، الخيانه الامانات، كيف سيقنع هذا المستثمر الدولي نفسه بالمغامره بامواله والهجره الى المغرب من اجل الاستثمار؟ بمعنى ان الخطاب الملكي او الملك كيقول خاص الاستثمار باش نديروا التنميه، حنا محتاجين للاستثمار. نعم. والخطاب ديال الحكومه كتعطي صوره كحله على المؤسسات ديال البلاد. نعم. من جملتهم المحامون والقضاء، اذا نعم. كيفاش غنستثمروا؟ نعم. بهذا الخطاب الوزاري. طبعا لا يمكن لاي استثمار ان ينجح خارج الحدود الا بوجود عداله مستقره. ومن كنقولوا عداله مستقره كنتكلموا على جناحين في العداله. لان العداله لا يمكن ان تستقيم بقضاء ضعيف او محاماه ضعيفه. اذا اكبر عنوان واكبر مظهر لقوه العداله هو وجود قضاء قوي نزيه مستقل ومحاماه قويه مستقله نزيهه. واخا سي رشيد غادي نوصلوا في هذا المستوى، نرجعوا للسي المانوزي، يعني قال كلام يعني يستحق اننا نوقفوا عنده. قال ولا اشار الى المكانه يعني الاعتباريه المهمه جدا للسيد وزير العدل اللي ربما لا يقدرها. قال لك بانه كيذبح يعني السبوع سميتو الاسره الملكيه، قال لك مثلا على انه داخل البروتوكول في الملكي كل المجلس الوزاري كيجلس على يسار الملك، بمعنى كيجي هو في البروتوكول هو الثاني رئيس وراء رئيس يعني الحكومه. كيف هذا الوضع الاعتباري اللي عند السيد وزير؟ وكنلقاو هاد التصريحات والخطير عافاك باش تمشي ديال النقاش، الا شبدنا كيجلس حدا الملك وتيذبح، وفي الاخر ملي كتنوض عليها وانا ما قلتش وانا كنتنيرف وانا كنتعصب وانا راه كنتنيرفزت. طبعا هذا الشيء علاش قلت لك السي حميد في البدايه ديال الحوار، هو ان السي وزير العدل
هو أكثر وزير تكلم وأكثر وزير لا يزين كلامه. والغريب في الأمر هذا الشيء ماشي كان بتصريح واحد أو بتصريحين أو بثلاثة، هي جملة تصريحات، لأنه الوزير واحد الذي عندما يتحدث يخلق زوبعة بتصريحاته. كتشوفوا التصريحات ديالو الأخيرة حول امتحان الأهلية، التصريحات ديالو حول النجاح ديال أبناء القضاة، حول النجاح ديال أبناء المحامين، حول النزاهة ديال هاد الامتحان، حول الشواهد الجامعية والمقارنة السلبية اللي عطا بين الشواهد الجامعية ديال الخارج وشواهد الجامعية. نسمعوها باش تكون يعني ولحظة حتى في الشفاوي كنبقاو تيبقاو يسولوا في الشفاوي في الاخر تيقول لي انت اش كيدير باك، تيقول لي قاضي ولا محامي، تنعرفوا تنحسوا بالتكوين عندهم. مثلا هذه هي في نفس السياق قلتي انت يعني. نعم السي وزير العدل هنا كان كيتحدث على مدى كفاءة ابناء المحامي وابناء القضاة والتعامل ديالهم مع الامتحانات. اعتقد ان التصريح ديالو حول طارح السؤال او الناس المشرفين على الامتحان الشفوي اللحظه اللي كي قد يكون صحيح، ولكن هو تصريح مسيء لابناء المحامين وابناء القضاة انفسهم، فيه ايحاء ما وسط الراي العام بانه هاد الناس وان كانوا عندهم من الكفاءه التي تؤهلهم للمحاماة فلا يجب ان تثار صفة آبائهم والوسط الذي يأتون منه كيفما كان الحال لعدم ترك الفرصة لأي تأثير على صفة آبائهم في نجاحهم أو في المعدلات التي سيحصلون عليها. سي رشيد، تصريح آخر كان مثار جدل في الاستضافة مع الزميل الرمضاني، هو تيقول أننا طرحنا أسئلة عملية، تيقول بأننا ما طرحناش أسئلة يعني كترتبط بما هو نظري، وعلما أن المنشور أو القرار الوزاري اللي أعلن على الامتحان قال غنسولكم فيما هو نظري، يكون عندك السن ما تفوتش 45 عام وتكون حاصل على الإجازة بالقانون، بمعنى لم تكن هناك أي إشارة للممارسة العملية. الإبن ديالو وباعترافه تيقول ولدي 4 سنين هو كيتدرب. كيف كيبان لك التصريح؟ سمعوا له ونبغي نسمع التعليق ديالو. نقرأوا في الكلية نظريات وما نمارسه عمل، وحنا في الوزارة العدل والمحامون والقضاة كنعطيو أسئلة عملية. والطالب على ولدك؟ على ولدي، على ولدي راه تدرب في المكتب ديال 4 سنين قبل ما يدوز الامتحان. تدرب؟ إيه، وعنده إجازة مغربية كما قلت وإجازة كندية. سي رشيد، هذا التصريح هذا؟ طبعا هذا التصريح ديال حول الآلية الجديدة التي اعتمدت في الامتحان، وهي الآلية التي خلقت جدلا كبيرا لعدم تناسبها مطلقا مع الواقع ديال القانون. المحاماة تحتاج الى محامي يحاجج، محامي يقنع. القوة ديال المحامي هي في الإقناع والمحاججة. ما يتميز به الطالب او طالب القانون عن طالب في مسالك اخرى هي القدرة على تطويع النص القانوني واستعماله لمصلحته. لا يمكن مطلقا أن نقتنع بجدوى طريقة الامتحان المستعملة في السنة الأخيرة من طرف وزارة العدل. أنا طلعت طبعا على الورقة ديال الامتحان المسربة، أقول إذا أتيت بفقهين في القانون أو أستاذين جامعيين أو حتى عضوي لجنة تصحيح الامتحان سيختلفون كثيرا في الأجوبة. علاش؟ لأن الأسئلة لم تكن بالدقة الكافية التي تحتمل جوابا واحدا. قد يجيب طالب أو ممتحن عن نفس السؤال ويقنعني لماذا اختار جوابا واحدا عوض واحدا من ثلاثة عوض اثنين، وقد يأتي عضو في اللجنة أو طالب ممتحن ويقدم جوابين عوض واحد ويقنعني بمدى صوابية هذا الامتحان. إذن كيف يمكن للآلة أن تعمل مع الظاهرة؟ نعطيك مثال سي رشيد، دابا أنت فكرتي سؤال مهم جدا. مثلا تقول لك محكمة نقد واش محكمة قانون ولا محكمة موضوع؟ وكلا الجوابين تقدر كتكون محكمة قانون، هي قانون هكا معروفة، ولكن تكون أحيانا محكمة موضوع ملي كتعلق بالوزراء مثلا تتحول إلى. إذا إلا درتي محكمة قانون غايقول لك صحيح لأن القاعدة تاع
ماشي استثناء طبعا. واحد اخر يقول لك لا سيدي هي محكمه إذن... هذا واحد من الاسئله اللي كانت تحتمل هذا النوع من الاجوبه، وكثير من الاسئله ماشي هذا السؤال الواحد. اذا هنا كنبينوا مدى عدم قابليه الكيو سي ان للتطبيق ديالو على الامتحان المحمد. السميه ديال المترشحين باينه بالعلاني، واش هذا كيبان لك يخدم مبدا النزاهه يعني كنعرفوا غير البكالوريا حتى ربما حتى في الشهاده، ولا الانسان اللي كيكون متحن كنضر نقولوا سميتو باش داك المصحح يتعامل بشكل متجرد معاه وخا يدفع حل الاله. هما تيقول لك الاله، انا مثلا لقيت رشيد الايت بالعربي ما كنحملوش ولا عندي ما حساب، هذاك الشخص يقدر ما يعطيهاش الاله لانه شاف السميه. واش كيبان لك هذه السميه زعما ديال المكشوفه، هذه السميه ديال الانسان مكشوفه هكا دوز، واش كتخدم هذا المبدا ديال النزاهه وديال الامتحان؟ هو انا طرات على واحد التصريح ديال السي وزير العدل كيقول فيه والله اعلم انا ما كنتش في اللجنه، ربما الناس اللجنه يمكن يجاوبون على هذا السؤال بشكل دقيق، انهم كيقولوا بانه الاسماء اللحظه اللي كنطرحوا الورقه للتصحيح ما كتكونش الاسماء. اعتقد المشكل ليس هنا، المشكل اولا انطلق باعلان الامتحان وطريقه الامتحان والتسريب في الاول والتسريب ديال الامتحان، وبالتالي لا يمكن لنتائج ترتبت او تمخضت عن كل هذا الجدل ان تكون مقبوله. سي رشيد غادي تسمح لي لان هذا هو التصريح اللي دار يعني الجدل كبير، انا بغيت فين يجي شي واحد خصني رايه في هذا التصريح. ما تيدخلش لكليه الحقوق الا عنده 19 في المعدل، والله ما تدخل ليها حتى تدوز ربع سنين وتجيب شهاده في علم الاجتماع في علم النفس في الاقتصاد، عاد عندك الحق تمشي تدوز كليه الحقوق. سي رشيد نبداو بهذا، خصك تجيب 19 عاد تدخل وخص تكون عندك اجازه، بعد هذا التصريح ما مدى صحه هذا التصريح؟ انا اعتقد ان هذا التصريح ياتي في اطار التخبط والترنح ديال السيد وزير العدل في الادلاء بتصريحات لا قيمه لها ولا تعبر بشكل ما عن الحقيقه. الدارسين والمتعاملين مع شعبات الحقوق في المغرب او في العالم مقتنعون بل متاكدون لان هذا العمل ديالهم وهذا التعايش ديالهم. القطاع ديال القانون او الشعبة ديال القانون كتمتاز طبعا بمعدلات لا تصل احيانا الى 15 او 16، فبالاحرى نتكلموا 19 16 نتكلموا فيها على مواد علميه اللي كتكون نقطه بالصفر فاصله. اما القطاع ديال القانون او الحقوق بشكل عام ما فيش هذا النوع المعدلات. كيفاش كيقول 19؟ ما فهمتش. انا والله العظيم لا اتابع الكثير من تصريحاته، كيف ما قلت لك تصريحات احيانا كثيره كيبين انها مجرد تصريحات لتسويق صوره ما او للدفاع عن صوره ما، هي الصوره للاسف اصبحت مهتزه بشكل كبير. اصبحت صوره مهتزه بشكل كبير. صوره وزير العدل اعطت واحد الصوره جد سيئه على الوزراء المغربي. واش دابا هنا غنمشي نرجع للتدخل ديال الاستاذ الميلوزي، واش هو كشخص هنا دابا الضرر، واش هو كشخص ولا مؤسساتيا؟ حيت دابا لاحظنا النقاش اللي كاين في الفيسبوك تيناقشوا عبد اللطيف كشخص او المسؤوليه ديال المسؤولية. طبعا ما يمكنناش نتكلموا على السي عبد اللطيف وهبي بلا ما نتكلموا على صفته الحكوميه وصفته في تدبير الشأن الحكومي. السي وزير العدل لا يدبر إدارة، يدبر مرفقا وزاريا من أكبر المرافق المرتبطة بالعدالة. لا يمكن أن نعزل كلام السي وزير العدل عن صفاته الحكومية. إذا كلامه ما يمكنناش نتسألوا أو لا نسألوا عليه هو فقط، بل من يجب أن يسأل هو الحكومة باعتبارها هي المسؤولة على تدبير الشأن العام. طبعا الحكومة تشتغل بشكل نظامي، ولكن الأخروش ما بانش رئيس ديالو في هذه المحنة وخلاه بوحدو كياكل العصا زعما بهذه الطريقة، والناس ما كيبانلهمش لهذا الجانب هذا ديال زعما كيفاش كتفسر؟ واش كاين ضعف الثقافة؟ واش كاينة خلفيات متحكمة بهذا الشيء؟ واش علاش بان بالدارجه نقولوا التبلاصه غير وهبي هو الزلقه ديالو، ولكن الحكومه بان اخرج بحال ولا راح تحتز الجواب اللي جاوب السي بيتاس في المؤتمر يعني اللي كيسالي في كل مجلس حكومي،
قال راه السي وزير العدل غيجاوب زعما على راسه، مولف كيجاوب في قطاع العدل، في المياه والغابات، في الاوقاف، جميع بيت تسكين، حتى لهذ النقطه واش باغي الخدمه فيه، واش شنو ما يمكنناش نفصلوا صريحات وزير العدل على الصفه ديالو كعضو في حكومه يقودها عزيز اخنوش. وشنو هو المخرج دابا الدستوري بحالي بحال هذا؟ ملي تيوقع شي واحد يعني كيفاش غنديروا لها؟ انا اعتقد رايي الشخصي هو ان السيد وزير العدل كثرت زلاته. وزير العدل لو كنا نؤمن حقا بمبدا المسؤوليه بالمحاسبه كان يمكن ان نرى وزيرا اخر في مكانه. وزير العدل الوزير الوحيد اللي مازال ما سخنش بلاصته وتفجرت ليه قنبله ديال بالفقيه تفجرت ليه قنبله ديال مكالمه صوتيه. احنا غادي نجيو ليها طبعا. هاد ما يمكنناش نتصوروا انه اي بلاد كتحترم نفسها واي حكومه كتحترم نفسها وزير كتخرج عليه صوره بهذا الشكل ويستمر مع ذلك في الوزاره ويدبر واحد القطاع من المقاطع بالقطاعات الحساسه داخل البلاد. سي رشيد باش نسدوا هذا القوس ديال الاستاذ المنوسي بغيت نسلط الضوء على واحد الاشكال او لواحد النقطه مثيره جدا، طبعا ماشي دستوريه ولكن تتداول في الصالونات وفي الكواليس، هو ان المسؤولين الكبار في المغرب ما كيبغوش يخدموا تحت الضغط، وبانهم ما كيحملش شي واحد يملي عليهم، وبانهم هما ياخذوا القرارات في اللحظه اللي كيكون الشعب ما عارفش. الان الملك في المغرب مؤخرا يعني لاحظت شي ما كيتيروش، يعني النقاش ولا غير حكومي. انا بغيت نقول لك هذه الخرجه ديال المنوزي اللي اثار فيها الملك اسم الملك، واش ما كيبانلكش ان السي عبد اللطيف وهبي من جمله الاضرار؟ ها هو الملك كان نقولوا ما موقر ولا بعيد، ها هو دابا هذا التصريح ديال المنوزي كيتسيركيلا وسط الواتساب، واش ماشي شكون اللي خرج شكون اللي حط الملك في هذه الواجهه؟ هو لطيف وهبي ما عرفش يتصرف، هذه اضرار من الاضرار. انا بغيتك تجاوبني على هذه النقطه وتجاوبني على هذا الاشكال الى اي حد. احنا كدوله مؤسسات ودوله ديال حقوق الانسان ودوله الدستور ودوله الثقافه ديال احنا ما تنشتغلوش تحت الضغط والاستجابه، وتالين ها هو دابا هذه الخرجه ديال المنوزي راه اشاره ما عرفناش شنو من بعد المنوزي شنو يولي، لانه ملي ما كتبقاش التفاعل والاستجابه ما تعرفش المجتمع شنو ممكن يعطيك. يعني واش يعني كيف كيبان لك هذا الاشكال هذا؟ انا اعتقد الثقافه يجب ان تتغير في المغرب. إذا ننظر من حوالينا سنجد أن كثير من الدول أو كثير المسؤولين على مستوى المسؤولين على تدبير الشؤون ديال الدول ديالهم غالبا اللحظة اللي كيتفاعل المجتمع مع واحد الموضوع معين كتكون الاستجابة. ماشي عيب أننا نستمعوا لنبض الشعب، لأن شكون اللي منتخبنا؟ باش كنتسيروا؟ باش شناهي الأموال اللي كنتحركوا بها؟ هي أموال الشعب. شكون هاد الانتخابات اللي على كل خمس سنين كل ست سنين كل ربع سنين كل ثلاث سنين الانتخابات عندنا لا توقف من اجل ماذا؟ من اجل خدمه الشعب. اللحظه اللي يجي الشعب يعبر على راي معين في سياسه حكوميه او في قطاع حكومي معين يجب ان تكون الاستجابه باريحيه. ليس عيبا. قبل ما تكمل رشيد والنقطه مهمه، دابا الجزائر نعم تعادي مصالحنا وكننتقدوها، ولكن خصنا نقول واحد الجانب، رئيس جوج رؤساء حكومه في السجن، جوج رؤساء حكومه في السجن، وزراء في السجن، خو رئيس الدوله تشد، امينه عامه تشد، بصرف نظر الخلفيه، حنا ما قادرينش حتى نقيلوا، ما قادرينش ما هما في الحبس، وهما اللي دخلونا، يعني علاش هذا الوضع؟ واش حنا كمغاربه وعندنا واحد الصراع نفسي مع النظام الجزائري، كتجينا غيره، كنبغيو نكونوا افضل كما كنا فرحنا بكره القدم، ملي نشوف انا النظام الجزائري عنده رؤساء مثلا رئيس حكومه سلال ولا الاخر في الحبس ووزراء في الحبس وخو رئيس الدوله خو بوتفليقه في الحبس، وهذا السيد كيقول من يعني كيقيس مشاعر المغاربه وكيدور الدوله والنظام ما قدر يدير حتى شي حاجه، شنو دلالات هذا الشيء؟ حنا ملي غنجيو بعض المبادئ الدستوريه اللي تم الاحداث ديالها بمقتضى الدستور 2011 هو كان مبدا بارز، مبدا رفع المسؤوليه بالمحاسبه. هذا المبدا من 2011 ل 2022 كنتلقاوه تفاعل في مرات نادرة وبشكل محتشم. يعني احنا كبنية ثقافية أو سياسية ما زلنا لم نقتنع بعد
بانه هذا المدى يجب ان يفعل على الجميع بشكل تلقائي وبشكل قانوني، ولكن للاسف مازال ما قديناش نوصل لهذا المستوى. وشوف السي رشيد نكملوا هذا المقطع الثاني، شوف درجه الضرر. نعم. كتقيس مشاعر عادشي تخلق لك الفتنه، فوارق الطبقي. نعم. تصور انا بوه لاباس عليه، شوف هذا المقطع الثاني شحال خطير. ولدي عنده جوج الاجازات وعنده في موريان، با لاباس عليه وخلص عليه وقراه في الخارج. بوه لاباس عليه وقراه في الخارج، بوه لاباس عليه. وتصور شحال من فقير في المغرب دابا. هاد شكون هنا؟ الملايين ديال الفقراء تضروا بهذا التصريح، مش رئيس يعني وزير عدل تيقول هذا التصريح. هذا تصريح يعني عن واحد التعالي كبير، واحد الغرور الذي اصاب السيد الوزير كمسؤول سياسي او كمسؤول حكومي. من العار ان يصدر على لسانه تصريح هكذا، لانه اللحظه اللي كنتكلموا على هذا السياق ديال هذا الحديث هو جعل امتحان المحاماه. وانت كمسؤول حكومي راه كنتكلموا على امتحان، كنتكلموا على تكافؤ الفرص، تكافؤ الفرص بين مختلف فئات وطبقات الشعب. ما فيش هذا قرا في كندا وهذا قرا في الدوار، او لا هذا قرا باه لاباس عليه او هذا باه فقير. لانه من الشروط الاساسيه للدخول او للولوج من هذا المحمد هي التوفر على واحد الشهاده، هي شهاده الاجازه كتعطيها الجامعات المغربيه كما كتعطيها الجامعات ديال مختلف الدول. اذا هذا هو المعيار، هو معيار علمي وفكري وليس معيار طبقي. قالك نرفز يعني هو مش هذه زله اخرى. ما يمكنش انا كنتصوروا وزير كيجاوب على سؤال صحفي يجاوب عليه بهذه النرفزه. سي رشيد قبل ما نمشيو لاخر سؤال وغنمشيو دابا للوضع ديال القنيطرة، غنعرض عليك واحد التسجيل من اغرب يعني التصريحات في تاريخ الدوله المغربيه. مسؤول وزاري كيقول هذا الكلام، طبعا كتعرفوه وشرتوا ليه، هو فقط غنبغي نذكركم به وباش نحط حتى الناس في السياق ويعرفوا هذا التصريح. هو انه كان احد الموكلين ديال السي عبد اللطيف وهبي في الحبس برلماني، سميتو حليش ولا عليش ما كيهمش، المهم برلماني اعتقد سميتو حليش. واحد الاصدقاء ديال هذا البرلماني اتصل بالسيد الوزير، اتصل بالسي عبد اللطيف وهبي قال له شنو درتي لنا في حليش؟ فقال له دخل سوق راسك وخلينا نحلوا الامور من تحتها. نسمعوا لهذا التصريح وبغيت التعليق ديالك عليه. ايوا كاع ما وقفتوش معاه، ما هديتوش عليه. شنو فيه في الملف ديالو؟ ماشي شي حاجه خطر. ما قريتوش اسيدي؟ قال لك إذا سمعت يا سي رشيد هذا التصريح نحلوا الأمور من تحتها، هنا واش غتقول لي نرفزت؟ نرفزني الصحفي باش درتي هذا التصريح؟ نقولوا أمور أخرى نرفزك شي واحد؟ هذا قلقك؟ هذا التصريح في مكالمة هاتفية. هذا التصريح في نظري كان يستدعي بل يستلزم في حينه وبمجرد تسريبه، وأعتقد في الأشهر الأولى ديال تنصيب السيد وزير العدل في هذا المنصب، كان يستدعي فتح تحقيق واخبار الراي العام بنتائجه. نقول لك السي رشيد وكمل لي اهميه. نعم. حيت انا مشيت نقولها كنقولها بغير مغربي. نعم. في الجزائر رؤساء حكومه، قلتها وغنعاودها، جوج رؤساء حكومه في الحبس. في الجزائر خو رئيس الحكومه في الحبس. في الجزائر هذا تيقول من تحتها. وحنا زعما كيفاش كتشعروا كمحامون كمغارب هذا النظام الجزائري اللي ادانا وما كنبغيو نكونوا افضل منه، وحنا الحمد لله افضل منه في عدد من المستويات، ولكن في هذا الجانب القضائي كيفاش وزير تيقول من تحتها ولا يطاله لا مساءله؟ انا اقول من اجل صوره البلد ومن اجل صوره العداله المغربيه لا يمكن ان نقبل كرجال قانون أن يظل هذا التسريب الصوتي بمنأى عن البحث وترتيب الجزاءات والمسؤوليات لا السياسية ولا القانونية. السياسية لا يشرفنا كمغاربة أن نسمع وزيرا مكلفا بقطاع العدل سرب له تسجيل صوتي يتحدث فيه عماذا؟ يتحدث فيه بمناسبة قضية كان ينوب فيها أو كان يؤازر أحد أطرافها
ويتحدث بلغة من تحتها. لغة من تحتها في المخيال أو في الثقافة المغربية لا تعني شيئا غير سلوك أساليب غير قانونية للوصول إلى نتيجة ما بمناسبة قضية الرجوع أم القضاء. أقول هذا التصريح سيظل مسلطا على رقاب السيارة الطيف وهبي وعلى رقاب المسؤول أول عن النيابة العامة في المغرب. كان يتعين في إبانه فتح تحقيق. باقي لدابا ولا لا؟ طبعا كيش تقادم؟ مازال كيروج باش نعرفوا التقادم. لأنه التقادم محدد في القانون. لا حيت قلتي في إباني بغيت نرد لا أنا كنقول زعما كان يتعين التعاطي معه بسرعة ولكن أقول لم يفوت الوقت بعد. مازال الوقت. وفي نفس السياق السي رشيد السيد دريس الشقر اللي هو الكاتب الاول ديال حزب الاتحاد الاشتراكي عاضد وآزر ودعم هذا التسجيل بواحد صحيح في غايه الرعب والخطوره في مؤتمر صحفي قال بالحرف بان بالفقيه هضر هو وياه وقال له علاش مشيتي لحزب البام قال له تنتلاقاك ونقول لك علاش قال له غير قول لي كذا قال له هذاك الملف ديالي اللي في غرفه الجنايات في الرباط سيختفي من المحكمه نهائيا. ومن بعد خرجت رسالة يقول بالفقيه تعرضت للغدر بمعنى ربما كانت شي مقايضة. ومن بعد أنا بغيتك في هذا السياق كتلقى ديال الشقر غير مؤخرا جالس مع السي عبد الوهابي لا من تحتها مشات لا الملف سيختفي. أنا بغيتك تسلط الضوء على السلوك السياسي ديال هذه البلاد كيفاش واش هذا التواطؤ واش والأحزاب السياسية كلها علاش غير الصحافة والمجتمع المدني وانتم المحامون اللي كيزلزلكم هذا من تحتها واش ماشي البلاد مضرورة كيفاش هذا التواطؤ من جميع الأحزاب على هذا التصريح هذا. الكثير من السياسيين المغرب والمسؤولين السياسيين المغرب لا يحكمهم منطق في تعاطي مع السياسة يتعاملون بمصلحتهم في المرتبة الأولى. غدا يمكننا نتلاقاو سي وزير العدل والسي الشقر في حكومة واحدة يدعون الانسجام ويدعون الادعاء وما كاين حتى مشكل. الواقع ديال السي بالفقيه الله يرحمه اعتقد انها لم تاخذ نصيبها الكافي في التعاطي لا من طرف السياسي المغربي ولا من طرف المسؤولين على النيابه العامه في المغرب. عار انك تسمع مسؤول سياسي في منطقه حساسه في المغرب كيصرح فيه بانه تعرض للغدر بمناسبة أحد الملفات وكتذكروا جميعا الترشيح ديالو والتسكية اللي تمنحت له من بعد تمنحت له قبل وتسحبت له من بعد بمناسبة رغبة ديالو في إعلان الترشيح ديالو لرئاسة إحدى الجهات ومباشرة من بعدها كيجي الانتحار ديالو. أنا بغيت نسولك في إطار العناصر التكوينية ديال الجريمة ولا بلغة هاد النوع من واحد الإنسان كيعطيك واحد الوعد وذاك الوعد كيخوي بيك وانت في موقف ضعف وكيدفعك الى الانتحار. بغيت المسؤوليه الجنائيه مثلا واش كاين مسؤوليه جنائيه اذا ثبتت طبعا عند الوزير خلي المسؤوليه السياسيه no. واحد الانسان غريتيه هو موقف ضعف ودفعته وفرتي شروط ديال انه انتحر من الناحيه الجنائيه واش عنده صعيب نتكلموا على المسؤوليه الجنائيه في هذا الشق او الدفع للانتحار بهالطريقه ولكن كاين مسؤوليات اخرى اخلاقيه ولكن المسؤوليه الجنائيه ما يمكنش تحدوا الانتحار بل يمكن نتحدوا على اشياء اخرى كالنصب مثلا او محاولات النصب او اشياء اخرى طبعا ولكن الدفع ديال الانتحار اعتقد سيكون صعبا شيئا ما غنسدوا هذا القوس ولكن قبل منا دابا هذا من تحتها ويلا هضرتي لي على الملك هضر على الاستثمار وكيفاش الاستثمار خصو يدخل وهضرنا على تصريحات دابا ملي كيقول وزير من تحتها كيفاش الناس غيجيو يستثمروا للخارج الى عرف ونقطة أخرى كيقول من تحتها وانتوما كتبيضوا الأموال دابا يعني هو بلغة داير الزبايل إذا تبات القضاء طبعا وكيرمي عليكم انتوما المحامون هاك تبيضوا هاك تسرقوا ما فيكم ما يتشاف وهو عنده هذا التسجيل من تحتها وما تبتش شي محامي عنده شي تسجيل من تحتها زعما وما هو الكثير من الأشياء الكثير من الأمور اللي استنبطت من التصريحات ديال السي وهبي كانت تستدعي الإقالة ديالو شحال هذه باش تكون واضحة علاش ما تقالش؟ طبعا المسؤولين على البلاد وهم اللي كيعرفوا كيفاش يدبروها ولكن انا اقول افعاله الكثيره وتصرفاته الكثيره كانت تستدعي ان يكون خارج الحكم
انطلاقا كتوقع يتحيد في المستقبل. وهناك حديث يروج بشكل كبير على الاستقالة، الإقالة ديالو أو الاستقالة ديالو، ولكن أقول بأنه حان الوقت. لا لأنه صورة البلد لم تعد تحتمل، خاصة عمر الحكومة ما زال مستمرا لحوالي 4 سنوات. علاش ما بقاتش الغير؟ أقول فأنه في سنة واحدة كانت تصريحات كثيرة مسيئة لصورة البلد. لا على صورة البلد السي رشيد، علاش ما بقاتش غيرة عند المسؤولين المغاربة على صورة البلاد مؤخرا؟ بزاف ديال الملفات ما بقاتش الغيرة على الصورة، يعني غير غيزي الحكم بدون صورة، ولا حكم المغرب ولا يهم شكل الحكم، المهم احنا ما بقاتش ديك الغيرة على البلاد. وطبعا هذه تقديرات ديال الحكومة وتقدير ديال المسؤولين على البلاد ما غنبقاش، ولكن كثير يعني هي تثير كثير إشكالات وتثير كثير. واخا السي رشيد نمشيو لقنيطرة، شنو جرى في قنيطرة مع هذا المحامي؟ شنو قصة هذا المحامي وهاد الاختلاسات وهاد؟ طبعا هذا المحامي اللي كان مسؤول تدبير الشأن، علاش الاسم ديالو؟ لانه طبعا كان مسؤول تدبير الشأن ديال الهيئة لمدة ولايتين متتاليتين في عهد نقيبين سابقين. في اي جانب هو مسؤول؟ كان هو مسؤول على تدبير الى جانب طبعا عضو اخر على الحساب الودائع والاداءات، هذا الحساب التي تدع فيه جميع الودائع المرتبطه بموكلي المحامي. اي وديعه كما كان نوعها كتنفذ عن طريق مفوض قضائي او عن طريق شركه تامين او عن طريق الايداع التلقائي تودع في واحد الحساب تشرف على تدبيره الهيئه. هذا الحساب جاء في سياق قانوني اللي هو التعديل ديال الماده 57 او احداث الماده 57 في سنه 2008 بمناسبه اخر تعديل القانون ديال المحاماه. اللحظة اللي جاءت القانون كان الغرض منه هو تحسين صورة المحاماة، حماية المحامين من ودائعهم، وحماية موكلي المحامين في حالة ما إذا كان هناك بعض المرات كيكون تم تعطيل ديال التسليم ديال الأصحاب ديالها، أو أحيانا بعض المرات حتى الخيانة ديالها وإن كان بشكل خفيف. جاء هذا القانون او هذا الفصل 57 من اجل حمايه الجميع وحمايه صوره الميناء، وفعلا تحسنت صوره الميناء بشكل كبير بعد ما تمنعت الودائع على التصرف ديال المحامين، ولات الهيئه هي اللي كتشرف عليها حيث يسلم لكل موكل شي يكون باسمه وشكل المحامي. هذا المحامي اللحظه اللي كان كيدبر هذا هاد القطاع من القطاعات اللي كتشرف عليها الهيئه وسوس له الشيطان وقام بمجموعه من العمليات ديال الاختلاس باعتباره اختلس. طبعا اختلس مبالغ اللي هي مبالغ بالملايين. شحال تكون اختلس؟ الحدود الساعه ليست محصوره لانه ما يمكن ان يحسمها في هذا المبلغ. هو خبره لا غير رقم تقريبي خبره قضائيه ما نقدوش نقولوا شحال اختلس، ونقد نقولوا شحال المبلغ اللي رجعوا بشكل تلقائي. رجع لكم؟ طبعا رجع لنا واحد المبلغ بشكل تلقائي للقيمه ديالو. لا بلاتي سي رشيد حيت هذه مهمه بزاف. نعم. يعني رجع لكم فلوس هذا اقرار، اذا هو اعترف بانه اختلس. طبعا عندكم اعتراف ديالو. هو احيانا احنا استمعنا ليه في كان مجلس في اطار المسطره التاليبيه، وكان التصريحات ديالو اللي هي ثابته في المحضر كيقول ربما هناك اخطاء ما شابت العمليه ديال الاستفاده ديالو من هاد الشركات اللي هي شركات كثيره وشركات غير قابله للتظهير. وكتعرفوا وكما كيف عرف الجميع ان الشركات غير قابله للتظهير لا يمكن صرفها الا باحدى طريقتين. الطريقه الاولى هي اما الصرف او تقدم محامي او الشخص المعني الى البنك من اجل صرفها، او عن طريق دفعها في الحساب. ما كاينش وسيله اخرى للاستفاده من هاد الشركات. اذا هذه نقطه شبه محسومه من الناحيه القانونيه. إذا قام أقول باستعمال واحد القنصير اللي كان كيستعملو، لأن عملية تدبير الحساب عادة أو عملية التعامل بالشركات عادة كانت تكون طرف المستخدمين، ولكن كاين عضو مشرف كان هو الأستاذ المعني بالأمر عضو المجلس السابق، كان كيصفي بعض الملفات بشكل شخصي بدون استعانة بالمستخدم. كياخذ فلوس ليه؟ طبعا، وكان يوقع شيكات باسمه. أها وكان كيستافد. شحال رجع عليكم؟ رجعنا المبلغ ديال 930 ألف درهم بشكل تلقائي. 92 مليون 93 مليون رجعها لكم؟ رجعها لنا. كانت عنده؟ طبعا.
وكيفاش ترجع لكم في ايطالياش درتو شي كيابيه ولا اللحظه اللي كان ديك الساعه بدات المسطره التاديبيه هو حاول بوسائل عده ان يقوم او يؤثر في قرار المجلس عن طريق تراجع عن فتح الملف وعن طريق الذهاب في الملف الى ابعد نقطه. حنا كمجلس خدينا على عاتقنا انه نحن شركاء في العداله ونتحدث دائما عن صوره العداله في البلد. صوره العداله تهمونا بشكل كبير، نزاهه العداله تهمونا بشكل كبير. ما يمكنناش نتحدث على الجناح الاخر اللي هو جناح العداله فيما يخصو الاستقلال، فيما يخصو النزاهه، فيما يخصو الرشوه، فيما يخصو الوساطه، فيما يخصو مجموعه من الامور التي تؤثر في نزاهتها، ونجيو للمحاماه ونقولوا لا هذا حيث محامي نخبيو عليه. درتو شكايه؟ اذا حنا كنا منسجمين على غير باش نتقدموا. درتو شكايه؟ طبعا الشكايه غتجي من بعد القرار ديال التشطيب عليه. شطبتوا عليه؟ خدينا قرار ديال التشطيب، طبعا المجلس خدا قرار ديال التشطيب، تم الاستئناف ديالو وتم التأييد ديالو من طرف محكمه الاستئناف، وتم النقد فيه. تقدم فيه واحد الطلب ديال النقد. دار النقد هو؟ دار النقد طبعا. واخا هو معترف رجع فلوس؟ طبعا هادشي بالوثائق. لا انا بغيت غير نسول، هو رجع الوثائق يقر باختلاس وغادي داير النقد باش يولي محامي مره اخرى؟ طبعا. فين وصل الملف دابا ديالو؟ دابا الملف كيروج امام محكمه الاستئناف بالرباط بعد نقده من طرف محكمه النقد. ودرتو شكايه للوكيل العام بالاختلاس؟ ومن بعد طبعا من بعد التشطيب ديالنا في اتخاذ القرار ديالنا التشطيب تقدمنا طبعا بشكايه الى السيد وكيل الملك. هذه الشكايه عرفت تكع فعل وكيل الملك الاخر ولا هذا؟ فعل وكيل الملك السابق اللي مات. اللي مات الله يرحمه فضل. وعرفت واحد التعثرات كبيره في اجراءات البحث. شحال المده التعثرات؟ احنا كنا قدمناها في شهر 9 من سنه 2021. هذا السيد بعد القيام ديال الشرطه القضائيه باجراءات البحث مع باقي الاطراف المتدخله في الملف، طبعا نتحفظ في هذا الشق لانه كاين اطراف اخرين معاه؟ لا، الاطراف زعما المرتبطه من شهود واطراف المشتكيه الى غير ذلك. قلت غنتحفظ لانه الملف مازال محكوم بالسريه لانه الملف دابا مؤخرا في التحقيق. باش تستمع له الشرطه القضائيه ربع شهور وهم يسمعونه ما كيجيش وما كيجيش وما كيجيش وما كيجيش، بل انه اضطرينا في اكثر من مره الاتصال بالسيد وكيل الملك من اجل تسريع المسطره، وفي النهايه تم الاستماع اليه في حدود اعتقد شهر 12 من سنه 2021. مباشره بعد الاستماع اليه والانتهاء من اجراء البحث التمهيدي الشرطه القضائيه حاولت تصل به اكثر من مره، حاولت تستدعيه اكثر من مره من اجل تقديمه الى النيابه العامه، لكنه فر وكان في حاله فرار، واصدرت في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني بتعليمات من النيابة العامة. ولا روشيرش؟ نعم. مذكرة. مذكرة بحث على الصعيد الوطني اللي ما تنفذتش للأسف، رغم أن السيد كان يصول ويجول في مدينة القنيطرة ولا أحد يريد. بلاتي سي رشيد، كاين مذكرة بحث وطنية عليه روشيرش وكيدوز وسط قنيطرة كيشوفوه البوليس عادي. طبعا المذكرة البحث ديالو على المستوى الوطني كانت استمرت. مأكد كاينه مذكره؟ طبعا هذا ربما ما تكونش عند واش طالع هذا. طبعا تم الاخبار تم اخبارنا به كمؤسسه من طرف السيد وكيل الملك الذي. وكيفاش كان كيجاوبكم ملي كتقول له هو كيتسارى اش كيقول لكم؟ طبعا هنا كاين مسؤوليات اخرى. شكون مسؤوليه؟ ديال الامن ديال الدرك. وكيل تيقول لكم انا درت خدمتي. الوكيل مادام وكيل الملك صدر مذكره بعث على الصعيد الوطني ما يمكنش هو اللي غيجي. كيبقى التنفيذ ديالها موكول الى الشرطه. أولا رجال الدرك. هذا السيد كل مره كيشوف المحامي كيتجول في قنيطره في المقاهي في لي ريستورون في لوطوروت، السيد كان كيتمشى بشكل عادي وكيمارس حياته بشكل عادي، وكان كيقول بانه عنده حمايه في مستوى عالي. وربما طبعا وهذه الحمايه هي اللي خلاته لهذه المده كامله. فاذا بدنا نفاجئ يوم الاثنين الماضي هذه نعم ما قبل البارحه كيتم الاخبار ديالنا بانه جاء بشكل تلقائي. هو جاء للمحكمه؟ جاء بتلقائي بشكل تلقائي الى الشرطه من اجل ان يتم تقديمه الى النيابه العامه. طبعا يمكننا نتسائلوا او شدوه تعتقل. يمكننا لا ما تعتقلش، يمكننا نتسائلوا مع المغاربه كاملين كيفاش واحد مبحوث عليه لمده سنه
وكيجي بشكل تلقائي مع 9 الصباح او 10 الصباح كيقول لهم انا بغيت نتقدم. ورغم ذلك كتتم المعامله ديالو. سلوك مزيان هو جاي يتقدم زعما؟ لا هو يمكن نقراو سلوك مزيان لو كان انه نهار اللي اتصلوا به الاول جا تقدم. شنو غيكون وقع؟ واش تلقى شي تضمينات زعما غير تعالى؟ ما غنقدوش نتكلموا على تضمينات ولكن يبدو ان هناك ترتيبات ما. ترتيبات ما هي التي تحكمت في اختيار توقيت التقديم ويوم التقديم. قلت هذه الترتيبات اللي تبينت من خلال المظهر ديالو بشكل عادي سيد جاي يحمل محفظة من بعد 4 أشهر ولا عام؟ من بعد عام وهو في ملكية البحث يأتي في ذات صباح حاملا محفظته بلباس ربطته وكأنه جاي معروض العرس وكيتم التعامل معه كذلك بشكل تفضيلي وكيتم التقديم ديالو في حدود الساعة الثانية بعد الزواج. استقبل وكيل الملك استنطقوا تم الاستنطاق ديالو طبعا من طرف السيد وكيل الملك في اليوم الأول وكذلك تم تركه في حال صراح وطلب منه أن يأتي توبع في حال صراح طلب منه أن يأتي غدا صباحا اللي كان هو يوم الثلاثاء وأتى كذلك إلى المحكمة وتم تقديم مطالبة بمتابعته في حالة أو عفوا تم تقديم مطالبة بمتابعته أو بتحقيق معه من أجل الأفعال المنسوبة إليه. شو التهمة اللي دار له؟ مع طبعا ما يمكن أن تحفظوا شوية التهمة اللي طيب ماشي في مجال الطبوع السرية مع اتخاذ ديال التدبير المراقبة القضائية بحقه. التمس قاضي التحقيق، التمس الوكيل الملك بالقاضي التحقيق متابعته بحال صراحة. النيابة العامة طبعا النيابة العامة هنا باش نكونوا بشكل واضح وباش كل واحد ياخذ حقه في هذا الملف. الملفات اللي كيكون الموضوع المتابعة فيها هو محامي. القرار يتخذ أو بالتشاور مع رئاسة النيابة العامة. من اللي كيتعلق الأمر بمحامي وكيل الملك ضروري خصو ما يمكنش للسيد وكيل الملك يتخذ أي قرار إلا بعد التداول فيه مع رئاسة النيابة العامة. رئاسة النيابة العامة ترابيا ولا وطنيا؟ على المستوى الوطني السيد رئيس النيابة العامة. بمعنى آخر أن قرار متابعته في حالة صراح هو قرار ديال رئاسة النيابة العامة. يبدو أن هذا هو الأمر صحيح. وعلاش زعما السيد داكي معروف عليه زعما رجل يعني اللي كنسمعوا جدي وما كيديرش المساواة حيت دابا كاين ناس حنا نقولوها بمنتهى عدد من الصحفيين كيتابعوا في حالة اعتقال ما عندهم والو على التخربيق على التخربيق. بمعنى ملي كتقول واحد انت معترف ورجع لك 93 مليون رجع لك يعني يقر بالاختلاس شنو الفرق بين هذا المحامي عند السيد الوكيل العام الداكي وبين صحفي وبين زيان وبين بوعشرين وبين عمر وبين الدراوش بزاف اللي كيتابعوا حاله اعتقال على تدوينه بحال ديك سعيده العالمي بحال هذا السيد المهداوي ماشي تبغى على الاختلاس فقط او الفعل عنده المرتكب هو الاختلاس فقط بل هي افعال كثيره واخطر من الاختلاس في حد عينيه لان الاختلاس كان غير نتيجه لانه خطوره افعال المرتكب من طرف هذا المحامي كانت زوير بشي كات كاين تزوير نعم تزوير ديال ثابت وتزوير ثابت تزوير طبعا ثابت تزوير ديال احد النقباء السابقين كان كذلك مساله اخرى هو التلاعب بالنظام المعلوماتي كيتلاعب بالنظام تم التخريب ديالو والتدمير ديالو من اجل القيام بهذه العمليات بل اكثر من ذلك وحسب هو ثابت من خلال تقرير تقني حصلنا عليه من طرف المسؤول على هذا البرنامج المعلوماتي كيأكد فيه ان هذا السيد كان يجي بعض المرات في 8 و 8 ونص الليل ويقوم بهذه العمليات كيجي بالليل خارج اوقات العمل اللحظه اللي يكون ما كيكونش فيها حتى المستخدمين وكيدخل هو وكيدخل وكيعبث بالمعطيات المثبته في هذا النظام عندكم ادله هذا الشيء هذا الشيء كله ادله وهذا الشيء كله تقدم النيابه العامه وهذا الشيء كله راه في الملف ولكن نعاودها معك لا حيت شي حوايج كيكونوا مهمين في الاعاده افاده هاد السيد كتقول عنده تزوير ثابت كيزور نعم هاد السيد كيتلاعب بالمعلومات نعم هاد السيد داير اختلاسات نعم وهاد السيد النيابه العامه تابعته بحال صراحة هاد السيد النيابه العامه طلبت التمس التحقيق معاه مع اتخاذ تدبير المراقبه القضائيه وطبعا
السيد خالد تحقيق. لا حد دابا انا ملي كنتفكر واحد البنت كتبت تدوينه دارت راي مزعج راي هذه غادا تهبط للحبس مرأة وعندنا المناصفه في المغرب وعندنا المدونه الاسره وعندنا المراه على رايها كتهبط للحبس نعم وعندنا راجل حنا ماشي راجل زور وتلاعب واختلس في حال صراح اكثر من الصوره دابا ما اكثر من ذلك السي حميد وحنا كنا واضحين كهيئة وتحملنا العبء وتحملنا مسؤوليتنا كامله قلنا الا غنتكلموا على الفساد داخل منظومه العداله والتزوير داخل منظومه العداله والرشوه داخل منظومه العداله اولا اننا نتكلموا عليها في بيتنا الداخلي اللي هو هيئتنا هيئه المحامي قنيطره والحمد لله هيئه المحامي قنيطره وربما كانت دائما تتحمل مسؤوليتها في تفجير وفي دفع كل شخص ارتكب اي جرم في حقها او في حق المواطنين للمساءله ليس هناك شخص غير خاضع للمساءله في نظرنا كمجلس مهما كانت صفته اذن ولو انا تسيكيت بالتاع صفه مجلس لان يعني صوره الميناء اولى من صوره محامي اولى من حريه محامي سير رشيد باش نقصص واحد دابا الوقت بزاف قاضي التحقيق كنعرفوا مؤسسه قاضي التحقيق يعني مؤسسه مفروض مستقله على النيابه العامه و... شنو دار قاضي التحقيق واش مشى مع الرغبه ديال وكيل الملك طبعا السيد قاضي التحقيق من الناحيه القانونيه هو غير ملزم بالاخذ براي النيابه العامه وملتمس النيابه العامه يمكن النيابه العامه تلتمس متابعه الاعتقال وهو يتابع بحال صراحه ويمكن النيابه العامه تلتمس اتخاذ ما يراه مناسبا او مع اتخاذ تدابير المراقبه القضائيه وهو يامر بالاعتقال الاحتياطي اي انه من الناحيه القانونيه عنده الحق عنده الحق واش دار هو قاضي التحقيق هو مشى مع قرار النيابه العامه قاضي التحقيق نعم مشى مع النيابه العامه مشى مع نسولك في هذا السياق في اطار عام علاش متابعتنا علاش قضاه التحقيق في الغالب بشكل ما نقولوش 100% كيمشيو مع النيابه العامه وطبعا هذا رغم ان المؤسسه المشرعه عطيه صلاحيه قضاء التحقيق لا حصر له هو سؤال فلسفي وكان دائما طارح هذا الاشكال ديال علاقه النيابه العامه بقضاء التحقيق وهل قاضي التحقيق مستقل عن النيابه العامه ام تابع له كثير من النماذج عندنا قضاه التحقيق في المغرب ولا داعي لذكر الاسماء كانوا دائما وفيين لقناعتهم وفياء للقانون ما تقولاش نقولها انا السي الجباري كان قاضي التحقيق رجل انا كنعرف زعما كيعرفوه الناس كان كان زعما ماشي كنقولوا فهاد قاضي التحقيق لاعتقالات السيد احنا ما عارفينش التفاصيل ولكن كان يشرف هذه المؤسسه طبعا كان الاستاذ الجباري كان الاستاذ حميد الله يذكره الاستاذ حميد كذلك الاستاذ حميد هادو كانوا قضاه دوزوا الدائره ديال محكمه السناف والمحكمه في قنيطره وكانوا قضاه بشهوده وبالنزاهه واللحظه اللي كيكونوا ملفات فيها قرار النيابة العامة يرتقي قاضي التحقيق أنه قرار لا يسير المنطق الأمور ولا يسير وقع الملف كان غالبا ما يتم اتخاذ قرار مخالف للملتمسات النيابة العامة وليس هناك أي إشكال وفي ملف الريف السي رشيد مادام حنا كنهضروا واحد أن قاضي التحقيق قال للمتهمين الريف وهذا الشيء كاين في المحكمة قال لهم راه الوكيل العام هكا قال لهم راه رمى عليكم التهم بالبالة بالبالة ومشى مع الملتمس واللي قال الوكيل العام قاعد تحقيق نفذوا يعني بهذه الصوره اللي ورغم ان كما قلت لك المشرع عطى المؤسسه قاعد تحقيق صلاحيه يعني لا حصر لها. نعم اللحظه اللي كنتكلموا على قاضي مستقل حر نزيه يحكم ضميره ويحتكم القانون لا يمكن باي حال من الاحوال ان يرتهن لملتمسي النيابه العامه. لانه هذا الشيء ما كيعنيش انه النيابه العامه دائما قرارات خاطئه راه يمكن النيابه العامه كيكون متمازه ديالها صحيحه وكيتم التبني ديال قرار التحقيق ولكن ماشي دائما سي رشيد شنو هو اللي استفزكم ويتم بحال صراحه مثلا لان عنده ضمانات الحضور زعما فين كاين المشكل لا السيد وكيل الملك ولا قاضي التحقيق ما كاين سي حميد غير باش نكونوا صراحة في التعاطي ديالنا مع هذا الملف احنا كنا دائما ننادي بمبدا اساسي هو مبدا ربط المسؤوليه بالمحاسبه لسنا ضد حريه شخص ولسنا مع اعتقال شخص ولكن نقول بانه طبيعه الافعال مجريات البحث التمهيدي تهربت السيد الفرار ديالو لمده سنه كان كيهرب نعم لانه
دائما المحامين حيت هذا هو واش عنده ضمانه الحضور؟ نعم ما يمكنناش نتكلموا على ضمانه الحضور واحد عنده مذكرة بعد على الصعيد الوطني وعام وهو لم يعتقل. ما يمكنناش نتكلموا لانه الحجه ديال النيابه العامه في عدم تقديم. احنا كنا كنتواصلوا مع النيابه العامه علاش هاد السيمه تاع داخل كيقول لك فار هارب هارب لانه وكانت كتجي اخبار انه كيتسرب في نطره. ولكن حجه النيابه العامه شنو هي؟ هو انه فار من العداله. اذا هاد السيد من بعد عام ديال الفرار واش غنتعاملوا معاه بمنطق الضمانات؟ واش غنتكلموا على ضمانه قوي الحضور؟ ثانيا خطوره الافعال، خطوره الافعال المرتكبه من طرف هذا المتهم الى قرنها بملفات اخرى اللي تفضلت السي حميد وهي ملفات غير ملفات راي ما غير محسومه حتى باحكام نهائيه، ورغم ذلك تقل خطوره وتقل بشاعه. وهذا اشكال السي رشيد في كل القرارات اللي كتاخذوا من النيابه العامه ولا قاضي التحقيق ملي كيبغيو شي واحد يهبطوه للحبس كتكون واحد اللازمه دائما ولفناها انعدام ضمانات الحضور وخطوره الافعال. نعم انعدامه. اذا انت كتقول السيد عام وهو هارب والفعل فيه اختلاس والتزوير والتلاعب. هذا الملف توفر فيه الشرطين، خطوره الافعال والتي لا يمكن لاي عاقل ان يشكك فيها. واخا عندي واحد السؤال في هذا السياق، المعروف تاريخيا كتكون نقولوا سلطه الملائمه ولا عادي النيابه العامه باش تدبر المرفق ديالها وكذا كتكون واحد النوع من ماشي محاباه لكم ولكن سلطه الملائمه وباش يمشي المرفق. هاد الواقعه يعني جات مثيره، علاش النيابه العامه دخلت معكم في هاد البراد فاير؟ نتوما كهيئه وكتقول وسائل اثبات ثابته، علاش النيابه العامه غتضرك بلغه او لا مثلا غتتعامل بواحد النوع من وتدخل في صداع مع هيئه اللي نتوما مكون العداله؟ زعما داك الشيء الخلفيه المتحكمه الى كان. طبعا نقدر نقولوا بانه المسؤول الاول عن النيابه العامه ديال المحكمه الابتدائيه لا المرحوم الوكيل الملك السابق او لا السي الوكيل الملك الحالي صايم الحمل والمسؤوليه المباشره بعدم الاعتقال ديالو. لا انا باش نقدمك ونخليك تمشي، واش هادشي عنده علاقه بالاحتجاج ديالكم اللي درتو على حيت قنيطره كانت المحامون يعني كنتم محيحين؟ انا كنسول والله اعلم. نعم واش دابا هذا كيردوا لكم الصرف زعما ما صعيب السي حمد؟ انا ما عارفش انا غير كنسول. هو يصعب الربط بين الموضوعين، يصعب الربط بين الموضوعين، موضوع احتجاجات كان عنده سياقات اخرى. لا انا غير كنسول حيت الطريقه اللي قلتي لي عنده تزوير وعنده تلاعب وعنده اختلاس وانا كنعرف النيابه العامه لا الفوق لا الوصله كتحاول تخلي المملي يدوز لينا في صالح المرفق عمو يستمر، علاش غتخلق هذه البلبله معاكم زعما انا بغيت نسول بغيت نفهم انا ما عنديش جواب. اقول انه النيابه العامه في الحدود المسموح بها قانونا قامت بما يمكن القيام به في فترة ما، ولكن ما نختلف فيه هو الشق الأخير ديال بعد تقديم المتهم أمام السيد وكيل البلد. تصدمتوا منين بحال صراحة؟ أنا أقول لك بكل صراحة القرار ديال تحقيق معه في حالة صراحة كان قرارا صادما لعموم المحامين والمحامية ديال القطاع وحتى المواطنين اللي قلت لك واحد عنده تزوير وعنده تلاعب ومغربيه كتمشي بتدوينه في حاله اعتقال وصحفيين في حاله اعتقال، يعني راه يعني اذا هذا الشيء المعطيات اللي كتقدموا بها راه ماشي غير المحامون اللي يكون صادم، العداله هذا يعطي انطباعا بان المتحكم الوحيد في تعاطي مع شؤون المهنه او ما يراد ان يقدم من صوره بان المتعاطي الوحيد والمتحكم الوحيد في شؤون المهنه وفي التطهير وفي ترتيب الجزاءات على المخالفين على مستوى المهنه هو القضاء. سي رشيد بكلمه لان الوقت كتعرف استنفدنا الوقت ديالنا القانوني، كلمه في حق السي الانصاري الرئيس ديال الجمعيه بكلمه رجاء. السيد نقيب الرئيس عبد الواحد الانصاري شخص لو توفرت له النية والإرادة لخدمة المحاماة في الظرفية لقدم لها الشيء الكثير، لكن ربما اختار تغريب انتمائه السياسي كحزب مشارك في الحكومة
على مصلحه المهنه. بالكلمه البلاغ اللي دارت الهيئه كيف جاكم البلاغ الاخر ديال الامتحانات ديال الجمعيه؟ البلاغ الاخير ديال الجمعيه ما يعاب عليه السي حميد هو واحد النقاط اللي سبقنا نشرناها، هو الاستعمال لإرث تاريخي للجمعية للدفاع عن أبناء من أثيرت أسماؤهم في الصحافة. عزيز أخلوش مول المازوط. مول المازوط مول المازوط آخر اسم. فلوس الشعب فين مشات؟ فين مشات؟ شركات المحروقات. شركات المحروقات آخر اسم سي محمد عبد النبوي. سي محمد النبوي، محمد النبوي رجل رجل دولة بصمته على القضاء صراحة لا زالت لم تتضح بعد. نشكرك السي رشيد، نتمنى نتلاقاو بشي فرصة أخرى بحول الله. بهذا متتبعات ومتبعي القناة نكون قد أتينا إلى نهاية هذه الحلقة، نشكر لكم طيبة المتابعة وإلى اللقاء.